بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. معكم احمد المصري من قناة وموقع سؤال وجواب للمعلومات والسيارة. في فيديو النهاردة هنشرح الفرق بين انواع الشاشات بمختلف انواعها الموجودة في السوق، والفرق بين التقنيات اللي شغالة بيها الشاشات دي. وبطبيعة الحال كتير مننا اشترى شاشات ولكن ما يعرفش ايه هو الفرق بين الانواع وبعضها، وعلشان كده حبيت في الفيديو ده اني اجمع لكم كل المصطلحات اللي بتسمعوا عنها، وهشرح لكم كمان كل مصطلح لوحده زي يعني ايه 4K و FHD و HDR و HD و LED و LCD و OLED او اللي هي OLED، وايه الفرق بين كل نوع والتاني، علشان وقت ما تقرر تشتري شاشة تبقى عارف انت رايح تشتري ايه بالظبط. في البداية كده هيكون كل شرحنا بعيد كل البعد عن اي تفاصيل هندسية او تكنولوجية معقدة واللي هتكون صعبة في الفهم، ولذلك اللي هيستفيد من الشرح ده هو المستخدم في النهاية، وفي حالة لو عندك اي استفسار سيبهولي في التعليقات وان شاء الله هرد عليك. والوقت يلا بينا نعرف الفرق بين المجموعة الاولى والمجموعة الثانية. والمجموعة الاولى هنا متعلقة بانواع الشاشات واللي منها LCD و LED و OLED او اللي هي OLED، وطبعا لكل نوع منهم مميزات مختلفة وطرق كمان مختلفة في تصنيع الشاشات، كل نوع منهم برضو مميزاته وعيوبه، وتصنيعهم كلهم بيكون من الكريستال السائل، لان الانواع دي بتعتمد على وجود اكتر من طبقه ازاز كريستال سائل، ولكن طبعا بمختلف الخواص في كل واحده فيهم، ولذلك هنتعرف هنا على خصائص ومميزات وعيوب كل نوع فيهم. اما المجموعه الثانيه بقى فهي عباره عن تقنيات الشاشه مش مميزات تصنيعها، وبمعنى تاني هي عباره عن الاضافات اللي ممكن يتم اضافتها على خصائص الشاشات الاصليه اللي هنتكلم عنها دلوقتي ان شاء الله. ودلوقتي يلا بينا نتكلم عن المجموعه الاولى واللي هي انواع شاشات بكل مميزاتها وكل عيوبها. النوع الاول واللي هي شاشات LCD من اهم مميزاتها قوة الالوان وخصوصا اللون الابيض، وانها كمان موفرة للطاقة لانها مش بتستهلك كهرباء كتير، وسطوعها كمان قوي جدا، لكن للأسف من عيوبها بقى ان اللون الاسود فيها سيء جدا والصورة مش واضحة قوي لانها مش قوية وفيها شوية نغمشة، وكمان الاستجابة بتاعتها بتكون بطيئة جدا، وده طبعا معناه انها تكون بطيئة في اللقطات السريعة سواء بقى في الافلام او المباريات، وكمان للأسف عمرها الافتراضي بيكون قصير جدا. النوع الثاني بقى واللي هي شاشات ال LED او بيتقال عليها شاشات الليد، من اهم مميزاتها نقاء الشاشه العالي وقوه الالوان ووضوح الصوره وقوه السطوع وقوه الاضاءه الخلفيه، وكمان هتلاقيها سريعه جدا في الاستجابه زي مثلا انها بتمكنك من انك تتفرج على اللقطات السريعه بنفس وقتها وكل دقه، ومن احلى مميزاتها كمان انها نحيفه شويه مقارنه بشاشات ال LCD، لكن من عيوبها بقى ان اللون الاسود مش واضح فيها وهتحس بشويه ضبابيه فيه، يعني مش وتصافي، وهتلاحظ كمان ان فيه تسرب للاضاءة الخلفية. النوع الثالث بقى واللي هي شاشات الاوليد او اللي هي OLED، من اهم مميزاتها انها تعتبر اعلى وافضل انواع الشاشات الموجودة في السوق حاليا، وده طبعا علشان اسباب كتيرة جدا، واللي من اهمها ان جميع الالوان مثالية فيها لانها بتتعامل مع كل بيكسل بشكل فردي، ولذلك بتظهر لك كل الالوان بمظهر جذاب ورائع جدا بتعجز اي شاشة تانية انها تعرضه، غير كمان انها نحيفة جدا، وطبعا بعض الناس بيشوف ده ميزة وبعضهم بيشوف ان ده عيب، لكن حسب التصنيف العالمي دي تعتبر ميزة كبيرة جدا لانها تعتبر انحف شاشة تم تصنيعها، وهتلاحظ كمان ان المشهد هو هو في جميع الزوايا، يعني لو كنت بتشوف مشهد معين من زاوية معينة فنفس المشهد او الصورة مش هيتأثر في اي جهة تانية او من اي زاوية مشاهدة تانية. من عيوبها بقى ان السعر عالي جدا، وده يعتبر طبعا من احد عيوبها، غير بقى انها مش متوفرة الا بمقاسات محدودة جدا، يعني مش زي باقي الشاشات، والمقاسات دي عبارة عن 3 مقاسات بس واللي هما 55 بوصة و 65 بوصة و 77 بوصة وبس. ودي كانت اهم المعلومات عن المجموعة الاولى المتعلقة بانواع الشاشات ومميزات تصنيعها. والوقت بقى هنتكلم عن المجموعة التانية واللي هي متعلقة بتقنيات الشاشات او اللي هي الاضافات اللي ممكن يتم اضافتها على خصائص الشاشات الاصلية اللي اتكلمنا عنها من شوية. التقنية الاولى واللي هي تقنية HD واللي معناها High Definition او عالي الجودة، وده لانها بتقدم شاشة اوضح بعشر اضعاف الصورة الطبيعية، وكمان التفاصيل بتكون واضحة جدا فيها، وطبعا في اربع درجات من الـ HD تقدر انك تختار منهم زي ما انت عايز، وكل مستوى اعلى من التاني، غير بقى ان الشاشة بتوفر لك صوت نقاء عالي اكتر من الطبيعي بمرة ونص، وعلشان تقدر تشغل شاشات الـ HD على الرسيفر الخارجي لازم تكون موفر كابل HDMI الخاص بيها، وده طبعا علشان تربطها بالرسيفر او اي جهاز طرفي بيدعم الخاصية دي. التقنية التانية واللي هي تقنية Full HD
او FHD، وهي عبارة عن تقنية بتمتلك نفس مواصفات تقنية HD بالظبط، لكن بقيمة اكتر وارقام اعلى. يعني على سبيل المثال، لو كانت HD بتقدم صورة بجودة 10 اضعاف الصورة الطبيعية، فالفول HD او FHD بتقدمها ب 15 ضعف. لكن في ملحوظة مهمة جدا بيقع فيها معظم المستخدمين، واللي هي ان الشاشات الاقل من 32 بوصة مفيش اي فرق بينهم، وده لان مساحة الشاشة مش بتمكن ولا بتساعد تقنية الفول HD او FHD من انها تظهر التفاصيل والدقة بشكل كامل. لكن الفرق الحقيقي بينهم بيظهر بكل وضوح وبشكل كبير جدا في الشاشات اللي حجمها 42 بوصة فما فوق. ولذلك انا بنصحك طبعا لو كنت هتشتري شاشة 42 بوصة او اكتر، فاختار شاشة يكون فيها تقنية ال FHD بدون اي تردد. التقنية التالتة واللي هي تقنية ال HDR. تقنية ال HDR معناها المدى الديناميكي للشاشات، واكتر حاجة بتميز النوعية دي من الشاشات انها بتظهر تباين الالوان بشكل واضح جدا، غير بقى قدرتها على الاحتفاظ بطبيعة الالوان حتى في المشاهد اللي اضاءتها عالية او ضعيفة. يعني على سبيل المثال تحت ضوء الشمس مثلا او في عتمة الليل، مع توافر طبعا الجودة والدقة في التفاصيل ووضوح الصورة زي مميزات ال HD وال FHD، ولكن هي بتتميز عنهم بس في وضوح الالوان والتباين بتاعها في نفس المشهد ومهما كانت اضاءة المشهد. ولكن علشان نستفيد من الشاشة دي، لازم المشاهد او المباريات تكون تم تصويرها بكاميرات ال HDR، واللي هي حاليا منتشرة بشكل كبير جدا في الافلام الاجنبية، ولكن مش منتشرة لسه في الشرق الاوسط، وفي افلام قليلة جدا اللي استخدمت التقنية دي. التقنية الرابعة والاخيرة واللي هي تقنية ال 4K. تقنية ال 4K تعتبر اعلى تقنية للشاشات اللي تم تصنيعها على الاطلاق لحد الوقت الحالي اللي احنا فيه، وتم تسميتها برضو باسم UHD او اللي هي Ultra HD، وهي طبعا عبارة عن الامتداد لتطور تقنية ال FHD او اللي هي الفول HD. وطبعا تقنية زي دي كان لازم يتعمل لها دقة عرض جديدة علشانها، وهي عبارة طبعا عن دقة عرض ثلاثية الابعاد، وده لانك لما بتشاهد فيلم بصيغة ال 4K فبتحس وقتها انك موجود في المكان وبشكل فعلي، وده بسبب عرضها لكافة وادق التفاصيل بدقة وجودة اعلى من كل التقنيات اللي اتكلمنا عنها من شوية. بالاضافة كمان الى ان صوت تقنية ال 4K تم تطويره بشكل كبير جدا عن التقنيات السابقة، وبالتالي بيعطي لك واقعية افضل واعلى، وده لان تقنية ال 4K بتحس بيها وكأن الشيء اللي بتشوفه او بتشاهده قدامك في الحقيقة فعلا، وده طبعا بسبب دقة التفاصيل والالوان والاضاءة والصوت الغير محدودة، وطبعا ده بيظهر لك في الافلام والمباريات اللي تم تصويرها بكاميرات ال 4K وبس. وفي النهاية يبقى احنا كده عرفنا كل شيء عن الشاشات، وعرفنا كمان الفرق ما بين الشاشة والتقنية اللي شغالة بيها الشاشة، فاتمنى تكونوا استفدتوا معايا ان شاء الله. وطبعا مش هأكد عليك، لو لسه جديد معانا في القناة ما تنساش تضغط على زر سبسكرايب الاشتراك في القناة وتفعيل الكل من جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد، وشرفني كمان باشتراكك في قناتنا التانية سؤال وجواب قصص وحكايات علشان تستمتع بكل جديد ينزل فيها. تقدر كمان تزور موضوع الفيديو ده على موقعنا الالكتروني من خلال الرابط اللي هسيبه لك في الوصف تحت الفيديو وكمان في اول تعليق مثبت ان شاء الله. تحياتي لحضراتكم، وفي النهاية كالعادة سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في امان الله.